دوكا الوالدين ما ولاوش يمدوا بون باسكو لا غالب عليهم يخدموا اوكيبي من ومن دونك كيما يقول لك ماشي كيما زمان دوكا عطيلو تليفون للولد يمشي يسكت عليك برك دوك حاليا لم تعد تقتصر فقط على زعما غير اللي يخدموا يعني لقاو حتى الام في البيت هي ما تحكم التليفون ماشي تعطي لوليدها ولقينا السيطره من عند الاطفال لقينا الاطفال تقول لك اغلب الكلام يقول لك انه انا وليدي ما قدرتلوش نعطيلو التليفون باش يسكت خليه نكمل باش يسكت فهمتني ولكن ما على بالهمش باللي على مستوى الدماغ واش راهو يحدث جوستومون كبير على مستوى الدماغ لازم نعرفوا باللي كل هواتف الذكيه عندها خطوره كبيره وحال الوقت انه يكون عندنا وعي بهذه الخطوره لازم نعرفوا من الجانب الصحي راح يدير لنا الارق واضطرابات النوم يعني تجي وتقول لك وليدي انا خفيف كثير الحركه ما يرقدش هو السبب ديالو هو الهواتف الذكيه كذلك السمنه وتصلب العضلات عند الاطفال مشاكل بصريه انا كي نكون نخدم على الاطفال اغلب الاطفال يديروا هكذا كيمشوا يعني باسكو ما يشوفوش مليح اضطرابات نفسيه اضطرابات سلوكية وربط الخيال بالواقع الأطفال ولو يشوفوا ألعاب فيها العنف ولو يمارسوا العنف في الواقع يعني في المدارس تلقاي أطفال عندهم الصراخ التوتر حتى في الشارع ما يعرفوش يلعبوا ويتكلموا بصوت هادي وإنما ربطوا بين اللاعب يعني الإلكتروني والواقع تاعهم كذلك إذا اضطرابات لغوية شائعة جدا يعني نلقاو الطفل ما يقدرش يدير جملة مفيدة في التعبير يعني كي يدخل المدرسة.